رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. برقشنا السلام آياتا وإذ أخذنا ميثاقكم وكباس مانكل أو آياتي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو لواوك جملي معترزة واب شاید فایده جمله معترضه که لیوا او بیم که همو گلانی سرزوی بلای خوا و گشتی یکسانه، فرق نکه اوی که معیار بو اوی که خوای پروردگار گرکی به ایمان و عمل صالحه. ایتر اما جولک بو بی نصرانی بو بی صابی ابو بی هر نوع نتویق بو بی كأجر إيماني هاوردو عملي صالحي أنجام دا أو كاتجي غير ريزة أجر وانبو أو إيتر جوريك إيتر برخدي لغلاحلي جاء أمجال أشي توسل أصلي داستانك بني إسرائيل وباسي نعم أو نعمتانك إخواي قوربة بني إسرائيل داو وأو هلويستي كأوان لبرابر نعمتكاني إخواي قلتو يانا كهلويستي سبويو كفراني نعمتي يعني قلتو بويا فرمين. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكروا الحادثة إذ أخذنا ميثاقكم باسي الروداوي أو كاتبكك إما يعني بيري روداوي أو كاتبك نوا أي بني إسرائيل كأخذنا ميثاقكم كوا ورمان قر بيمانكتان يعني بيمان من ليتان ورقل بشي عبما باتباع موسى والعمل بالتوراة بمك شويني موسى كونه وبتوراد عملك ولقل أوجدا ورفعنا فوقكم الطورة وأمكي ويتولما لسر هالقرتن يعني أوكي ومان آوى برزو كرده وجوز معجزاته رفعنا برز ما كرده وبباراي ستان وقرار من دا كأقل عملنا كان بتوراتا يا شوين موسى كون بلا أيدن بسرتان أقرأ ما قبول لك عمل لا يكون بالبكر معنى تريشي ببي ورفعنا فوقكم التورة بمعنى أويك إيم الرزمان لمكي وناو أمكي وما نبسرتان وبرز وكرد بويك واكرد من بشويني ديداري حزرتي موسى لقال خواي برورد قال حتى أعطيتم الميثاق أو حتى هيتو حتى يا حينيه حتى يا ولا أعطيتم الميثاق أو تاني بالا ورفعنا فوقكم الطورة يعني كيوي تورمان بسر وبرز كردنوا تاكي هتاوكو أو ميثاقتان دا يعني تا أو بيمانتان دا كفيروي لموساب كانوا عمل بتورات كان حالوي أو كيوي تورمان بسر راقرتن ببرزي روية أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراتي يعني وقت كموسى توراتي ببني إسرائيل هنا فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقتي جابي نيان أويك لتوراتايا لا أركا قران كان تكليفي قران كبرد عليهم بسريانو قران بو وأبو قبولها حاضرنا من قبولك لأنه بما تحملنا أكله. فأمر جبريل عليه السلام فالمان درابة حزر جبرايل سلامي إخوة إلى سبيل الله إخوة هل شكل فقال عطورة كيوي توري لسرزيك كي إخوة هل كان فظلله فوقهم وكشتر قرتي بسريانو أو شيء ظللين من ظللة شتروني بذلك أنه حتى قبلوا تقبل يعني باشا ولمن في مواب أما نوع إجباري تيايا لقبول كبير تكليف وأمجور أشتانا وأتأوان بيانواب وكا أويلة توراتا قابلي تحملني بلا هرب زو خرابي بسريان أما أقل إيما ورفعنا فوقكم الطورة بيكيق لنعمة كاني خواي بالوردقال معنا كينه وكيوي تورمان بو مقدس كردن بمجوره كردمان بجيقه و بيقه حزرتي موسى كان يوالا قل خواهي قوله رازو نياسك وهلوك ورؤين ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بغي أمجاله ولي ممكن لو زميناها هنديك
روايته شاید تا حدود حدیثیش ببه لباره وکا او بارشی بگه او تخو بارشی اشته که محال نیه معجزه بخوای گوره ایچی که ناچ حالتی اجباری ولی او حالت اجباری او ممتن اما خذو ما آتینا و جا ام خذو على ارادة القولی یعنی و قلنا لکم اهو يعني إما بما نوتن ورقر ما آتيناكم من الكتاب أو إيك إما بإي وما ندعوى كأوشتش بريكي الكتاب ورقر بقوة يعني شي بقوة يعني بجد وعزيمة ليبراوانا بجد يعني بكوشش كيزور بل يبراوية يعني بريار بدن كإي وهالقري أو كتاب بن كتورات واذكروا ما فيه يادي أوشتي شبكا كتيايتي واذكروا ما فيه يعني وابكا لبير ونشي حالبي يعني شي أي أدرسوه يعني بيخوين أخوتنا مدارسيك بيخوين لغلك ولا تنسوه لبير ما بنوا يعني معنى كيوية أو تفكروا فيه بيري تيابك نوا لو علي تفكن فإنه ذكر بالقلب شاكا شنك تفكر تفكريش على تو شون اذكروا بتفكروا ليدو على اخر تفكر ذكري بقلبه حال بلا يا من زول باذكروا ما فيه او يعملوا به يعني عمل بيوك يعني لا بيرتا نجدول لا بيرشونو كل خاتت انا بين بوشي بو عمل بيا كردنا جاء لعلكم تتقون او لعل هلك معناه تعليل يعني لكي تتقون باشا لكي تتقوا بو اويك خوب باريز يعني خوب باريز بن لكي تتقوا المعاصية شاكا يعني لبر اويك لا جناح كان لا سربيش كان خوتان بباريزن او رجاء منكم يا لعلك لا سمعنا رجاء به رجاء منكم ان تكونوا متقين باشا يعني رجاء على ايوا واذكروا ما فيه ده معنى كوالي جوبويك لعلكم تتقون يعني رجاء منكم يعني بو اويك رجايك لايوا يعني اميدي اوتان لاكري يعني بخاطري اميدي اويا كايوا مثلا ذكري كانوا اويك لتورات عمل في كانوا لبيرتا نشيتو امانا رجاوي لايوا وك اما ايوا متقي وفارزغار بن يعني بخاطري فارزغار بن تان ولجاد يرى الرجاء منكم ان تكونوا متقين قالك يا بالله لعلك هل سر معنا يا اخوي كترجيه ما بيتوا ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف وجائزة أو للا معتزلة كان كأما بيواندي ببي بقول حذف كراوة أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا شاكا يعني إما أو ما نوت يعني أو واذكروا ما فيه يكا لعلكم تتقونش متعلق بجائزة للاي معتزلة كان كوا بيواندي ببي بقول حذف كراوة يعني منظور أو بي أي قلنا خذو يعني لبيشا أو ما نود آخر خوش ما نود على إرادة القول على إرادة خذو على إرادة القول يعني قلنا خذو أما أجيت سر وكي خومان قلنا خذو واذكروا شاكا ذكر بكان جاء أمن يا أما أها قول محذوفة كإما لنزل من قل علي أم لعلكم تتقون إيش آخر إما كارين لعلكم تتقون خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه خذوا ما آتيناكم ونيا خذوا ما آتيناكم بقوة كبرتي ولا كتابك واذكروا ما فيه أو مقول قولك بل أم لعلكم تتقون ندب ومقول قولك يعني أمام أنبوية أنجام ذاتها إيوه متقيبا بلعام عليه بلاي معتزلة كانوا دروسا أمي شهر بيواندي لقل قول محذوفة كبه أي قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا باشا يعني واذكروا ما فيه إرادة أن تتقوا باشا لبل أو ما نوت إرادة ما نوابك أو أن تقواب كان يعني بويا كان يوتمان إرادي تقوى معنى كريني أما فرماني تقوى داينا بأي ومعنى آخر أوان يكشتي أنه معتزلة كان فرقي بيني أو ناخن فرقي بيني إرادة وأمر ناخن
بلاي ئێمە ئیرادە و ئەمر فەرقیەکە هەنی هەرچی مرادی خدای پەروەردگارە معنی وانە مەمور واقع بێ واتە ئەگەر ئەوان نێن نەک ئەوان هەر کەسی هەر کردەوەیەکی خراپیشکە هەر بە ئیرادەی خوایە ولی ئەو کردەوە خراپە زمنی ئەوە کە بە ئیرادەی خوایە بە ئەمری خوا نیە متوەجبی؟ جا ئەگەر وابێ ینی کەواتە ئیرادەتە ئەن تەتەقوو ئێمە ئەڵێن خدای گەورە ئەمری بە تەقواکە کردووە ینی کەسێ نیە تەقوای نەکردووە باشە خدا فەرمانی بە تەقوا داوە حاڵبی بەڵام ئیرادەی نەکردووە ینا ئەگەر ئیرادە بکە هەر دێتە دی ئاوە وەلێ فەرمانی پێڵاوە ئیسا ئەگەر کەسێکیش هات و خوای گەورە فەرمانی بە تەقوا پێدا و بەڵام تەقواکەی کرد تپی ئەمرەکە عملی کردووە کابرا ولی هەر بە ئیرادەی خوایاویشە ئەمە ئەوان ئەڵێن نییە ئەوان ئەڵێن ئیرادە و ئەمر هەر یەکێکە ئێستا مەسە ئەگەر کەسێ بێ ئەمری خوای کرد بێ ئیرادەی ئەوی کردووە خوای گەورە فەرمی ئێمە ئەم فەرمانەماندا بە ئیرادەی ئەوە کە مەسەلەن ئێوە ئاهلی تەقوا بن بەڵام ئاهلی تەقوا نەبوون جاکە ئەوان ئاهلی تەقوا نەبوون لەلایەکەوە خوای گەورە چی ئیرادەی تەقواکەی کردووە بەڵام ئەوان نیان کردووە ئامە فاصلەی هەیە لە ئێمە ئەوە ئالیەوە فەرقمان هەیە ئەوان ئەڵێن ئەمر و ئیرادە هەر یەکە خۆ ئێمە زۆر جارە بینین بە شەر بێ ئەمری خواەکە باشە پس بێ ئەمری خواەکە ئەو شتە کە تەرەفەکە بێ ئەمری خوایتیا کردووە وەک ئەمری پێکردووە ئیرادەشی کردووە چون ئەمر و ئیرادە هەر یەکێکە پس خوا ئەو بەندەیە هەم خلافی مورادی خوا جوڵاوەتەوە هەم خلافی ئەمری خوا جوڵاوەتەوە ئەمە ئێمە لە بەرابەر ئەوانە ئەڵێن ئەمانە ئەم شتە مەئموری خوایە یعنی مەمورن بهی خوایە خوای گەورە ئەمری پێکردووە بە شتەکە متوەجبی منتەها ئیرادەی نەکردووە ئەگەر ئیرادەی کردایە شت بەبێ ئیرادەی خوا نایەتە ئاراوە ئەگەر ئەوە خوای گەورە ئیرادەی کا حەتمەن ئەبێ بێتە دی وایە جا ئەمە ئەڵێ لەسەر ئەم یەجوز عند المعتەزیلەتی ئەڵێ لەو کاتەدا ئەمرەکە بە مەعنا ئیرادە لێدرنی ئەڵێ قولنا یعنی ئەڕەدنا باشە بە مەجاز چون ئەوان ئیجازە ئەدەن مرادی خوای پەروەردگار تەخەلوفی ببێ لە ئیرادەکەی یعنی خوا ئیرادە بکە بەڵام مرادەکەی نەیەتە دی باشە و ئەڵێن مەسەلەن خوای گەورە ئیرادەی ئیمانی کردووە ئیرادەی تەعاتی کردووە ئیرادەی تەقوای کردووە لە هەموو مکەلەفەکان بەڵام تماشاکە عەبدەکە جاری وا هەیە شوێن شەهوەتی و بەشەکانی مەسائلی دنیایی ئەکەوێ ئەوانە وەرناگرێ جا ئەوە ئینسانە هەرچی پێخۆش بێ ئەیکە أوان فإنهم ذهبوا إلى أن معنى إرادة الله تعالى باشا فعل غيره عبارة عن أمره به يعني في أنوايا أما كخواي قول إرادي كردوي غيري خوي بكا مثلا إرادة كأما كاريق أنجابين يعني أما خوا أمري فيها كردوا لبرأوا وك إما تخلفي مأمور به لأمر بجائز أزانين ئەوان تەخەلوفی مراد لە ئیرادە بەجاعی دەزانن چونکە مراد و مەمورم بهی بەلای ئەوانەوە یەکێکە ئەما ئێمە ئەڵێن مەمورم بهی بەڵێ وەلێ مراد نەخیت باشە ئاڵێ لی ئەن مەمور بهی لا یەجیب ئەن یەکونە مراد الئامری ئەڵێ مەمورم بهی بەڵێ یەجوزو تەخەلف یجەویزون تەخەلف المراد عن ئیرادەتی فی فعلی غەیریه ئاکرێ مرادەکە لە ئیرادە لە فعلی غەیری خۆیا تەخەلوفی ببێ چون مەمور به ئاخر مراد و مەمور به بەلای ئەوانە یەکێکە لا یەجیب ئەن یەکونە مراد الئامری لازم ناکە مەمور به یەکە واجب نیە مرادی ئامیرەکە بێ بەڵێ جا دیارە ئەوە لە یوە ئەوە بەوەی خۆمانە خوا باشتر تاوەکو ئەو تەعلیلەکە ئەو کردێتی چون ئێمە پێمان وایە مەمور به لەگەڵ ئامیرە لەگەڵ مرادە فەرقی هەیە ولی ئەوان پێیان وایە مەمور به و مراد هەر یەکێکە چونکە ئیرادە و ئەمر بە یەکە زانن حاڵ ببلە جا باتەوەجوبەوەی کە ئەوان ئیرادە و ئەمریان پێوایە ئەکرێ ئەو مەسەلەن لەعەلەکم تەتەقونیشە هەر وەکو خۆذوەکە هەر وەکو ئذکوڕوەکە ئەویش متەعلیقی قەولە مەحزوفینەکە بێ قەولە مەحزوفەکە بێ ئەو وەختە وقلنا ئەوەی قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا ثم توليتم من بعد ذلك امر فشت انا قلت لدواي ابي شه يعني اعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد اخذه يعني دواي بسني او بيمانة ايوا فشت انا كردو فشت انا قلت لوي كوفاء بيمانة كبكن لدواي او بيمانة كشت عندي والجلاب فلولا فضل الله عليكم ورحمته جاء قربيته
فضلي إخوان أبوايا يعني بخشش إخوان أبوايا لزتانو خوا بزي بياتانا نهاتايتوا بتوفيقكم للتوبة بوك إيوي توفيق داب وتوبة أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يا بوك توفيق دان ورحمي في كردن بابوني محمد ودرود إخوانا سربيه كأم محمد هذا يدعوكم إلى الحق إيوة بان كابر وحق ويهديكم إليه وهداية العذاب ولاي حق لكنتم من الخاسرين إيوة لا خسارة دي وكان أبون يعني الرنجرو أبون تايا مالوش كسخواردو أبون أي المغبونين يعني من المغبونين لو أنا أبون كمغبون أبن وأنا كلم معاملة دا أخلطين معمولا دا شي أخلطان بالإنهماك في المعاصي بويك تورؤة لناو بفرمان يكان أو بالخبط ولا ضلالي يا بلعريا كردنو يعني بخبط يعني هالكوتن بلين با هالكوتن للريا كبروا كبروا بروا بالريا أساسا بدأوا هالكوي بهالكوتن وبضلال بقمراهي وبرالي ونكردن لكيا في فترة من الرسولي لكات يكداك مثلا فتريا فترة يعني أو زمانانك خالية ل لويك أخوات بيغمبري نار دي بيه أو تخواي قورة بيغمبري نار بو أويك درود يخوانا سر بيه أو فترة يبا سر بشي جاء وكهاتو أم هدايات شارزاتان أكا أما نار دني محمد صلى الله عليه وسلم بو زراري إيوانية بلكو أما لروي فضل إخواوي ولروي رحمة إخواي بالوردقار ويا قال جاء بو أويك الجلو قريب كان الرنجروي إيوة كواتا ايو وزيفتانا اگر بتانوه بهرب بن لم رحمتي خوايا ابا ايماني بيبيرن اگر بيشتانوه بهري لينا بن او ديارا چيتان بيخوش او ابكن في فترة من الرسولي لكيا او مثلا ايو توشي او خبط انهماكو ضلال انهماكو او انابون في فترة من الرسولي لزمانك اكا زمن قطع لناردني بيغمبران واتا في غنبرنا يعني مثلا ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره باشا فلولا فضل الله وهذه رواب يعني أول لولا نبي لا شنو من لو تحليل لو ما نبوءك شاكا على أو لو بوشية يعني كواتل لو كولاك يعني لا فضل الله هي لا أصل كلمك أمر لو كأشد بته فلولا فضل الله آوى يجأوا لو لأصلة معنى كذا على الامتناع الشيء لامتناع غيره لأصلة بؤوية مثلا على لولا زيد لأكرمتك لنا أو لولا من وتم لو جئتني باشا أقر هاتاتي ولا من لأكرمتك باشا إذا كان إكرامك من بوتو ممتنعة لبر أو مجيئك ممتنعة جن وقتي كمان بيجمل لو أقول لو مكان لو جئتني يعني تو نهاتي من ألم أجر هاتايتي إكرام لي أجرتي أجر هاتايتي يعني شيء نهاتي أو متوجبين امتناع الشيء لبر امتناع غير خوي يسأل إيه إكرام ممتنعة لبر شيء لبر وين ما جئ ممتنعة أو جاء فإذا دخل على لا وقتي كشو سر لا مثلا لا فضل لا وكشو سري أفاد إثباتا أمر مفيد إثبات به شون أو شيء وهو امتناع شيء لثبوت غيره هل وقل لولا وايا زور زالب أوا يعني لولا هل لوا ولي شو تسر لاي نافية هتا لوا بتن يا خويتي أوا باشا لامتناع شيء لامتناع غيره ولي أقر هاتو لاك شو سري أقر لا يكي بإضافة بوبوبا لولا أمر أبو شيء به لامتناع الشيء لثبوت غيره مثلا إذا كان لولا مثلا زيدون لولا زيدون لضربتك أجر زيد نبوايا ليه ما داي شاكا يعني لولا زيد موجود إنسان اليدان ممتنعة لبر وجود زيد متوجبي كواتا لولا هاتوب وشي لامتناع الشيء لوجود غيره ولي له لامتناع الشيء لامتناع غيره هاي سمت واجبي؟ أنا والله زور جوان شيكاريكي جالب بوليوا أما أو والاسم الواقع بعده عند السيبوه مبتدأ خبره واجب الحذف
اسمي واقع لدواي لولا يعني لدواي لويكو كلوك لاي هال دوا كابت لولا لا يسيبه هي مبتدا خبرك واجب الحذف كواته بو قراره لولا فضل الله عليكم ورحمته فضل مبتدا فضل مزاولة الله الله مزاولتي عليكم متعلقه بفضلك ام جار رحمتي جعلت بس فضلك يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجوداني او موجوده خبرك ديارك محذوف شو واجب الحذف شوار مورد من هي خبري تي واجب واجب الحذف يا كان دواي لولايا مبتدا كان دواي لولا وبه خبرك واجب الحذف البته لدواي لولاي شو او مبتدايك لدواي لولا وقرار اجري هل بم تعريفيك اي كين مثلا امتناع شيء لثبوت غيره لوجود غيره مثلا وجود ثبوت هيك فرزن ليواك يا معلم لولا زيد لا اكرمتوك اجر زيد نبو عليه اكرام اساك اكرام لان نقرتوي لبر وجودي زيد بو اها او كالم مثلا هر معناه لولا كالين امتناعش معناه كي امتناع شيء لثبوت غيره لوجود غيره از تيما نجينا كخبر غير الافعال عامه لا موجود وحاصل وعلى وانا دروس به بس خبرك معلومه حاربي ام جارة جوابك شي كديد جوابك شي بجيجي جينشيني بو خبرك لنزل جيلي جال هر شوينك قرينه لسر وجودي خبرك ببي وشتيك يش ببي تو باعتباري جينشيني خبرك بو بكي واجب الحذف متواجبين جايك يقلوانا او لدواي او بلان اگر لدواي لولاو مبتدا كمان بجور يقبو نما نتواني حاصل وموجود او جورشتانا بكين بخبركي تشاكا ايت خبركي تو نتواني حسفيكي اگر قرين ابو حسفيكي قرين ابو اش ذكريكي بس بو انا حديثي كيف يغمر هي دولي خويا لسر بك خفاف بدايك عايشه افرمي لولا قومك حديث عهد بالاسلام حديث بواوا عهد بالاسلام لهدمت الكعبه وجعلت لها بابين علي اگر ام قومي تو يعني ام دارو دستو منظوري قريش اگر امانه تازه ايمان هاوردو نبوايت تازه عهد پیوندی امان با اسلام و جدید نوايه من چی مکر کعبم تیه کداو دو درگام بو دا انا نگ درگاهی حالی بی واتا اواتی پیغمبر درو دی خواه لسر بی او بو دو درگاهی ببی کعبه بلام لبر اول لو سردما تازه پیغمبر درو دی خواه لسر بی چوتا و مکو خلقك ایمانیان پیه ناوا پیغمبر لوا اترسی که لسر او ایمانه بسابتی نمین نوا دو برکان لی پیابه مخالفت کن لگل تقدانی پیغمبر بو کعبه ودو درگاهی بو بکاتا او خیلی درگاهی کی بو امانه متواجبین چون هشتا بتواتی لسر ایمانه که در نمزراون جا پیغمبر درو دی خواه لسر دز لو آواتو آرزو خواه دز لو کار خیره حالا گریه بو اختلاف برهم نهیه حالا بی ایما بتایبتی نکانی ایما اگرن بزن اختلاف بچی درو سوه درو زواه کن متواجبین جا منظورم حدیثه که لولا قومو کی قوم مبتدایه حدیث عهدین حدیث خبرکیتی خو معنى وانيه لولا قومك موجود النية خوانا يوا يجي قال قومك موجود نبوايا من لها دمت الكعبة وجودي أم قومتونا على من كعبة يقول نا باشا أوي كوا باعسي أوي كبي غنبر دزلو آواتو آرزو خويا هالقري كتيك داني كعبة وقرار داني دود القاية شيا حديث آه وتازة مسلمان بوني قال لك ايتي ديو تازة مسلمان نبونا لموجود وحاصل وانا دروز ناوي حالبي مجبوري خبرك يبو ذكرك اگر ذكرينا كي قرينا شنيا اگر ذكرينا كي ليوا خلق يقناز علي خبرك اوهي جاء ابو لولا يجنشي لولا قليلية ام لولا كبو امتناع شيء لوجود غيره يعني مثلا خبرك اوهي خبري مبتدا دواي لولا كلا حاصل موجود وانا دروز به اما لولا غالبية غالبية وقليلية جابوا غالبية كحذف خبر لدواء واجبة بلام قليلية كلو خبرك إلا ما دي وجود حصول وانا بقرينه نا قرينه جبه واجب نيشا جائزة جائزة آوة تاني ولا بدوني قرينه ناتواني حذفك باشا باش بوشي مثلا سيبوهي بو وعلي يعني بوشي مثلا أو خبر واجب الحذف أولا لبردوشك
يكي لدلالة الكلام عليه ودوهم وسد الجواب ما سده هم كلامك خوي دلالة كانت شنو لما دي حصول وجود وانيو جوابك لا جيد عنيشي لا عندي كواتا شرطي واجبون مثلا شرطي جواز تنيا خرينكايا يعني كلام ده كان سري وبس ولا شرطي وجوبك هم دلالتي قرينة بلا سري شاكا وهم سدي جوابش بلا جيكا يا أخ إيش كارني أصلاً يا سد ما سده سد يعني بركر وتو سد بلا بربس ليلا يعني جوابك جيكا كي بركر وتو أخ وتم سد يعني شواني بس لأن أو شواني كأو أي بس شاكا يسد جوابك جوين شواني كي بوا بس ولو عند الكوفيين فاعل فعل محذوف لدواء لو لووا معمولا أجر لا لدواء نبي مثلا نبي لو لا لإظهار اشتكي وهاي مثلا على لو آوى أري مثلا لو أن زيدا جاءني لأكرمته باشا لواء علينا لدواء أنا كو لو كو ثبتية مقدرة يعني لو ثبت أن عارف يعني فعل يقول دواي لو كو مقدرك إساكو في كان يا أما وردي شاء قال لدواي لو ولو لا يشر لا ولا نزل قرن جن مثلا لدواي لو لاو أويكت ومن ظلم لو لا زيد لا أكرمت كا فعل يقول لواء مقدرة مثلا كواتا يعني لو لا ثبت زيد يا لو لا كان زيد لقى زيد نبوها مثلا آوان أواي ليك يا جناها تمبتدى لدواي لو لاو وقت يكو في كان بلام زيادة إلا نحو أنا سن أقصي سيبوه هي الرشدون بل أمر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أو قسمة إيش بدها تحسب بل يشجع عادة كان بني إسرائيل أو أبو خوي جورا فرماني في دابون كمراو ماسينا كان جاء أوان نية أوان روجي شمان بعزمت دعانا يعني تعزيم قائل بون بو روجي شمان كيساشر قائل بوي باشا لروجي شمان عدد وابو كأتونا وكناري دليا أو شوين عني كماسي وشتي اللي يقرنو أمانا ماسي زور لدز رسابو بو قرتن آسانا قيلا أوان بلام لروجي كاين تلاشن نبو ميوا جاء هاتن وكبلي داونا نو داوين بو انانو بو ماسيه كان لروج الشماع كوت ناو تلو داوا كو مثلا محيطه كان دروسه كركا ماسيه كو حوز اتوا دروسه كركا بيرن مع الشمع مون لكري خوبانا او دروس كري ماسيه كي تي كوي تي اكوي بلا منات وني بشي كو درو دوبارا متوجبي اشمن الشماع الراوي هناك اما شوي خلافي دستوري بك انجام يعني دا جاء ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يعني وبحقد والله ايوا اناس اذانن اوانيك هر لخوتان بونو دزدريجيان كل سبته يعني سنوريان بزان سبت يعني شمه متوجبي جا دزدريجيان كل سبته دو معنى هي يك اول سبته كبكينا مفعول فيه يعني لو رجع دزدريج كان كر وقت اكتشاف قريد دست دريج يكال ليك شماع ماسي الراوة كان كدوا براب چون للروج الشماع الزمين كان مساعد كدوا بوا ويكماسي كان آماده بنتا روج يك شماع بيقرن فاز وقل الشماع وكاليان كربي اوية يكي كتري اوية لمعنى كاني يعني زيادة الروي تان كدوا لإحترام الشماع واتسنو تان تيه براندوا لو هنا او تان زانيوه جاء عليه اللام موطئة للقسم وقبله والله بخوا قسم أو لا مجي قسم خوشك والسبت مصدر قولك سبتت اليهود بس عليه سبتت اليهود يعني إذا عظمت يوم السبت زمانك أقر روجي شنبا بعظيم دابني يعني لوادي كواتا سبت يعني منظور آلوهات وكواتب معنى تعظيم دانانا لأصلا ولئيت الأواء أما خدي سبد ناوى بوح شمى أما أقر وقت يتم جعله سبد لأصلا مستري أوايا مستري أوايا يعني الريشي أوايا سبتت اليهود أعوالين كي واجن إذا عظمت يوم السبت لأواهاتوا
ولو أصله القطع، أصلي سبد بمعنى قطع. وني السبات من هي؟ السبات يعني آسايش وآرامش، بمعنى أويا لكارو إيش باسي شوع، لو جعلنا الليل سباتا لكارو إيش وأمانة هل أبرينو أكون آرامش. أمروا بأن تجردوه للعبادة، فرمان ينبه دراك الرجل الشمة ترخان كان بو عبادة. ولي فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام، لزمان حضرة داود كومل خلق لو رجد سنوريا بزان واتل عبادة شون أو لا ترى عبادتي أنك. واشتغلوا بالصيد وخوان خريك البرا وماسية وإما شون لكاتي جمعة مثلا إذا كان لو كاتا وظيفة ما نهر جمعة كين والله إما هر فقد وقت جمعة كين وايا فقد أوان يكسر روج الشمة بوا حال بلا ما ينبش هو كشيو نن روج الشمة. واشتغلوا بالصيد وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل أوكو ملجول كان لشارك أبون كشارك بكناري درياو يقال لها أيلتو بشارك أيلة أوترا. وإذا كان يوم السبت أجا وقت الرج الشماء أبون لم يبقى حوت في البحر الأحضر بعضه نعم إلا حضر هناك نيك الرج الشماء هذا يقما سجندما لناو دريا كذا إلا لو شنا حاضر أبو وأشهاد ببرشاء أوانا وأخرج خرطومه أو كل كين ما سي عادة لشما هناك أو كل كشتي برزكاته وأمانة شاكا أو علي برزكر دو ونشان دا بلايانا وأمانة. فإذا مضى وقت ينيك الشماء أبو زرا تفرقت بلاوان لي أكل إذا أقا شوات مثلا وما سي قرات ما سي أندزناك أما هلا الشماء أبو أوانا وإن تقريبا هو امتحان جواب وبوابان جاء وان فإذا ملا تفرقت يعني بلاه لك فحفر روح حياضا حياض جمع حوضة عشان حوزة كان دروس كر وشرعوا إليها الجداولة وكيشايا بولا أو حوزانا جوجا قلي باشا أو شرعوا له شارع شارع خيابانه رعوانية رياك يا شو هنا به هر شرع جوان يعني داناني برنامج برنامج الريزي متواجبين أو تاني أمجل وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت جامع سيكان للروج شماعشون أو حوزانه فيصطادونها يوم الأحد باشا أو أن يوم الأحد يعني روجيك شماعشون قشتي أنا قلت جاء ويدوايا وكأوانا أو تانا كرد أو بأمزانا كرد يا مجلت ماشي فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يعني ايوه ببن ميمون قردة جمع قردة ويكبر وزن في علبيت يعني بروزن في على جموبي خاسئين شاكا يعني باست بن ببن ميمون يكي باست يعني شي كونوا قردة خاسئين يعني جامعين بين سورة القردة والخسوء يعني كوكروي هردو كيان بن هم شكلي ميمون تان ببي هم خسوءكش تان ببي خسوءك شيا وهو صغار يعني سوكيتي والترد ترد يعني دولة وعزلة كومل قو أمانة ترد كرين يعني در كرين لنا جاء مجارة بغي وقال مجاهد الله ما مصيخت صورتهم جاء آخر زلاهي لكي واقعني كالصورتك يعني لصورة بنيام لا تشوب تسان صورة ميمون كما في الان مسخ تبديل صورتي بصورة كده أما مجاهد الله نهي صورة يعني ما سخنبوه ولكن قلوبهم برام قلوب يعني ما سخبوه يعني ضل يعني وقت ضلي ميموني لآتوه دي أم جارة فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحماري شاكا جاء أم جارة شبهندران بميمونه لو ضل عدانا وكوشون لشوين الكترا مثلا شبهندران بكرو في قوله لقوله قتل كمثل الحماري يحمل أسفاره كما تكون قردة خاسئين يعني وق ميمون وابن شاكا يعني وق مثل ميمون وابن بلا انت ما شاكا درست اخو اكري امج او تشبيه به بلا ام شن لسه طريقي فرمان هنا ويتي خوي قول فرماني في دابا ويكببن ديار وايلي كردون خوك كن فيكون باشا خو امركش هو تعجيزه او اش خو لدى صلاتي او اني خو ابن ميمون
آخر يقولوا شو أمر يقول صيغة كان معناه كان صيغة أمر كتاب كاربه تعجيزه يعني بو عجزي ترفك يا كخوينات ولا كاربك أو لو آياتي تراك بس هنا مثلا شبين هنا حمارو أو لو بو كحمار مثلا أقلينية وانية يعني مثلا حمار بأحمر كيد مشهورة وايه نا لواية نا منظور وانية لواية كأشبين بحمار و حمار أجر باري كتابي لينيي شاكا هر ماندو يتكي في أبري هل يقري عارق تياكا ماندو أبي بها القرتنكا بلان بمحتواكي لمحتواكي سودو قازان جاقنابا هذا باش مثلا دي أبو هنا حمار وش تقابل فهم ولا بو قردة شي هي مثلا دي هنا أنا كأشب هنا بو أقب مثلا بالفرز بلي مثلا بقولك مجاهد إنك عمل كي أم ميمون موجود يكا معمولا لا شهوة أو جورشتانا زيارة روا آي سنية كسيك أقر زور قلبية شاك أشوين بميمونه ميمون قاعدة وايا أقر تشاوي لبارشي سوريا شتيك وبيك فيوايا أو لو محيطا عافرتو جنوشتي ليه تهلقني هل همشو تشاوي تيبرو برو أواحكي وأخواتي شتي سوري بو دركي هو أمانة يجي أمان جنية ديارة لسر أساسي عبادات شمال ودانا أبو عبادات بلام أوان شمال بجي جاي بشون عبادة وخواد وزياب روم بشون شهوة وآرزو خوانا الرشد تنانا أواش أني الله بالي أمجر وقوله أو جر وقوله كونوا أو كفر ما يكونوا ليس بأمرين أو أمرنية بوشي إذ لا قدرة لهم عليه يعني أمرك لمعنى حقيقي خوان يعني بروالا صيغي أمره متواجبين شن قدرة يقني أبو أوان لسري وإنما المراد به سرعة التكوين ما بس بو أمريكا سرعة تكوين يعني حرب عجلة بون بوا يعني زوري فينا شوكا خواهي قولة كرني بميمون هوا وأنهم صاروا كذلك زوري فينا شوكا أوان قران بوا كما أراد بهم وكو خواهي قولة خوي إرادة كركواب كان وعلي وقرئ قريدة بفتح القاف وكسر الراء وادي على بوشي وشعت لي يعني قريدة بلين جمع كيبر وزن فعيلات يشبه أي ناقي رداية لأصلا وكسر وخاسئين بغير همزيش بفيها خاسئين خاسئين همزة كيدي حزر سويت خاسئين حركة همزة قبل ما قبل كيبت خاسئين وش كون راوته جاء أمجال فجعلناها أي المسخة أو العقوبة نكالا باشا وموعظة للمتقين لآخر آخر آياتك إيجي إيما وامان كر يعني أو بنيك بسر بني إسرائيل مانا هنا كبريتيبو لو تبديلي سورة يعني كردمان بميمون يعني أوامان قيان ك هركس يق مثلا بأمري خواي برورد قال كا أوال لسورة إنساني كقورتري النعمة لو منحرفي أكاين إخينا سر سورتك نخواز راو شاكا جعل بروا أو مسخية في هي فجعلناها زاهرا مرجعينية بلا معلنية اللي واكباسي وكرا أمانة بون بميمون فز مسخية اللي وام هيا وأوجه يعني يا عقوبتك مفهومة به لما قبل بوشي شنك أما كخوي تعالى يعني أوان بأمريان كل إلا الشم كلا خوي تعالى علي بمانة بميمون أما خوي عقوبة بو فز عقوبتك يا كواتا أو عقوبة ما نكربتي كرب النكال نكال يعني عبرة كرمان بعبرتك بدرس ورقرتني يعني بشتيكي لبرشاو جيراو كأم لبرشاو جيراو تشيب كالوان تنكل المعتبر بها شاكا يا أري عبرتك يواكا كوا تو أي تو إنسان يا تو أي محمد صلى الله عليه وسلم معتبر بوهينا أو كسك عبرتي ورقرتوا أو كسك عبرتي ورقرتوا بو عقوبة يا شاكا شي لبكي أو أي لبكي بالي تنكيلي تنكيلي كي يعني شي يعني تمنعه يعني منعي كي لوا يا هر مثلا خدي عبرتك فاعل تنكيلك أو بي عبرتك يواك أو عبرت تنكيل المعتبر بها باشا تنكيلي أو كسأك كعبرتي في ورقرتوها يعني شي تنكيلي يعني تمنعه يعني منعك على كاريكي لو شي وكأوان كردو يعني ومنه النكلول القيدي
يعني هر لنا كالو هاتو لفزي نيكل كنيكل بس يلين بقيد لين بزنجير لين بعسنا لين كخلكي فيها بس نو أو حالبي شن وسيلة منع جاء إما فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها يعني أو عقوبة ما نكر هم بنكاليك بو ما بين بو زماني خوي وهم بو دواي أبيش لما قبلها شاد لما قبلها وما بعدها من الأمم بو ما قبل وما بعدك يعني هم أو عني كلفيش أو دابون درسي لي ورقرن ولي أما لما قبلها تازد أو ما قبلها بدنات وان درس ورقرن بوا فاز معنى ما قبلها كا باله يعني ما قبل عقوبتك درسي بلاي كسانك لو سردما لفيش عقوبتك موجود بون أو أنيش كأو عقوبة أبين خوانا جروا لكارك لو شيوا أم جار بودواي أويشة ما قبل ما نايا وبي بودواي أويشة أجر كسان بيان ما كارك للذهني أنا أبو بكارك لو شيوا أنجام بن فشي ما نبنو لا أنجامك حارب ولا بلي بيلا من الأمم إلى أمة قال بلي داي بخنوة إذ ذكرت حالهم في زبر إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين شاكا واشتهرت قصتهم في الآخرين أعوى بويا كان ألين بوما قبل وبوما بعد شنك حالي أوان زك أها جاء مقصك جوا مقصك من ذاته إيش بقى ما قبل ما سوا فرسك بني إسرائيل وعن مسر هاتوا خب لو بر مثلا أمتي في غنبران وكو أمتي نوح مثلا أو لو بربو أمتي إبراهيم لو بربون أو أن شون در زوار قرن لعقوبة كيشتا واقع نبوة ولا عقوبة أمتي كأمتي كيشتا نبوة شاكا إجازة نبوة شون كذكر كريار حالي أنبني إسرائيليانا لزبوري أولينا زبور جمع زبور يعني لو كتابوا صحفاني كبوة قلاني في عشوهاتوا ونيا پس نیا وقتی کس آوان سرنوشتی ام گلی دوای خوان اخوان نوا کل بر اعتدای فی سبد یا لبر بی امری خوا آبوشی و عقوب ادرین آنی لسردمی خوانا جب ذاتی خوا ام جوا کن وامن لیا ک خوای تعالا او ابو آواد عربی ایسه متوجه بخوای نوست و اشتهرت قصتهم اما ایبو اما بو ایم مثلا دوای آوان چی مثلا بو امتی عیسی بو امتی محمد على كاك قداسة كان مشهور بوا لآخرين ده لو أنا كان دوهاتو أو لمعاصريهم يعني ما بين أيديها نية ما بين يديها ما بين يدي عقوبتك بوا معاصريني أو عن به يعني أو أنا كهو عصر بني إسرائيل أم جاره ومن بعدهم ما خذ فاي ومن بعدهم كبي أما أو لما بحضرتها من القرى يا مثلا بين يديها أو يكوال حزوري نكالك إلى قرى له أو ديهات وشارو دورو برا وما تباعد عنها ما خلفاني أو كدودة كواتا ما بين ديني أو لين زيكا ما تباعد عنها أو كليدودة ما خلفاني أو كليدودة أو لأهل تلك القرية وما حواليها بو أهل أو شارو دورو بري أو مثلا تلك القرية كابتة بين يديها ما حواليها ما خلفها أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها يعني أم جال لي ما لا مكبو تعليل يبدأ نوا أما لبر شيء خواي جورا أو بلايا بسر هنا لبر أو أم بلايا كأسكر يعني كرا وما سيكا يا شاكا ولبر ما خلفي أويشة يعني أويك بحشت سر قرار دليا إذا ما خلف بو عيدنا ببور روشتو لنزل يجري أو جناح نكتك كردي أنا هم متوجبين بس أم تأويلاتك يا كواتا ما بين لما بين يديها وما خلفها يكيك أميا كما بين يديها بو قلاني الرابردو لما بين يديها يعني نكاليك بي بو قلاني الرابردو بو ما بين يديها يعني بو مثلا ما يعني أو أشياء كما نزول خلق بي الليوها باشا شن ما بو زي العقول بكالب لي يعني بو ما قبل عقوبك أقرب بو ما قبل عقوبك بي عقوبة يعني بو قلاني كلفيش أو عقوبتاش يعون وما بعدها ما خلفها يعني بو قلاني كدواء أو عقوبة أجيب باشا أما ليوا جاء أقر ليوا توشي أو إشكال لبوين كقلاني رابردو شون بزان أمان الآيان داوان بس هذي شاكا ولا علي حالي أوان لزبري أولينا ذكره وبو آخرين سكان مشهور أو أيك مولا دوهم أويا ما بين إيديا معاصريني أو قناح كاران به
هاو عصر كان ينو ومن بعد من ما خلف ايش من بعد بمدو مولد سهم اويا ما بين يديها اويك لا عقوبتك يعني او قريهك عقوبتك يا كراوا يا اويك وا اجان لدوروبر قراي دوروبر منظور بيه او ما بين يديها ما خلف ايش يعني دوره كان بو دور بكاد لابي شوارم اويا هر خلقي او شاربيو دورو بركي جا خلقي او شارة او ابيت ما بين يديها ما حواليهاش ابيت اوانيك دورو يعني اطرافك ما خلفك ما خلفهاش ابيت اطرافك او شني او سيدانا يا انا خير لاجل لا ما كبو تعليل به لاجل ما تقدم عليها من ذنوبه وما تاخر يعني ما بين يديها لما بين يديها. يعني لبر خاطري او جناحي أو جناحانيك لإيسا دائكا وما خلفها يعني أو جناحانيك لو بركر ديانا أو ما خلف معناه جزاشتا ليبدا شن ما خلف يعني بشتي سر دراوة بجيان يشتوى وموعظة للمتقين ولا قال أوجدا أما خوي موعزيك يجبه بو أوانيك أهلي تقوان من قومهم لقوم يوان أو لكل متق سمعها يا بوهر أهلي تقوانيك بيستبيتي موافق بيشتوى